انا روحي مرتب كحيل. الحمد لله بخير. الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله. حياك الله. كل شيء تمام. دولة الامارات اليوم تخلي الشباب وتمكنهم في اهم المناصب الموجوده من منصب وزير وانت نازل. طبعا لهم بصمه كبيره في الدوله، ولهم صوره كبيره وانعكاس للدوله. ان الدوله تعطيني الفرصه في جميع المجالات، في مجال العمل، مجال المشاريع. اليوم الدولة تدعمنا في أكثر من مجال، وفي قيادة بعد تدعمنا نحن نظهر أفضل ما عندنا ونكون أحسن ما عندنا. لا، السؤال صعب صراحة. في مجال الصحة النفسية ودي أني أكون في قيادة لهذا المجال. تكون دايركتر، يكون عندك بزنسك الخاص، رب أسرة. طبعاً بهالطريقة يعني أحلامك اللي حاطنها الحين. لا يفوتون الفرصة. الوقت له ثمنه في هالزمن، والوقت يمر بسرعة. استغل أي فرصة بتيك. وايد كلمات صراحة، بس لو اختصرها بكلمة، عطاء. أمان حبيبتي، أحبك يا إمارات.